ورجعنا لكم تاني ومعانا فقرة اون سبوت تحت المجهر. النهاردة أكيد العنوان الرئيسي معانا فوز النادي الأهلي على اطلع بره في مباراة العودة بنتيجة 9-0. الفوز نزل بردا وسلاما على صدورنا، حاجة كده تخلينا نقدر نتفائل في اللي جاي وإن شاء الله نبني عليها. المباريات اللي بتكون زي دي أنا دايما باخد منها فكرة ما بنحللش تاكتكس كامل، ما بنتكلمش على ظواهر فنية مجمعة، لأن المباريات اللي زي دي لازم تقف بس عند نقاط واحدة عندها بحيث انت مش محتاج تقدر تبني عليها، ما تقدرش تناقش تاكتيك، خصوصا ان المستوى بتاع الفريق كان متواضع اللي كنا بنقابله. عايزين نتكلم عن صلاح محسن. النهارده صلاح محسن قدر يسجل هدفين وبداية موفقة. انت محتاج تدخل مهاجم تاني مع ازارو ومهاجم كمان مع مروان محسن. عايز اتكلم في حاجة محتاجينها من صلاح محسن شوية. اكيد كويس ان انت سجلت النهارده، ولكن صدقني اللاعب اللي في النادي الاهلي بيثبت اقدامه لازم يكون عنده حته الجرينتا، القلب، العزيمه، محتاجين دي تزيد شويه، القتال في كل كوره، حتى ملامح وشك اللي بتعبر على قد ايه انت زعلان على كل فرصه، قد ايه عايز تعمل اكتر من كده، بتفرق كتير جدا. لو هنرجع لمهاجمين على مدار تاريخ النادي الاهلي هنلاقي ان كان حته الشخصيه والاصرار والغيره واحيانا الغل المبرر كان بيفرق أكيد. معاهم كتير قوي يا احمد. اكيد طبعا، فاحنا في نماذج كتير طبعا بالزبط. حتى دي ملحوظه على جنب كده اتمنى يسمعها ويفكر فيها كويس ويشتغل عليها. بس انا عاجبني ان هو فكره مركز على المرمى يا فارس، وانا احب المهاجم اللي هو فكره يروح للمرمى ويصوب على المرمى ويحاول، انا عجباني دي فيه، وكمان هدوء قدام المرمى، يعني ده شيء ايجابي جدا في المهاجم. تبقى هادي في القرار وتبقى عنيف في الشخصيه بالزبط. مهمه جدا. عايزين كمان نتكلم على مجدي قفشه. النهارده اللاعب حسس الجمهور ان في حاجه جديده مهمه، اللاعب اللي بيربط بين الخطوط، فكره والمسافه ما بين خط الوسط والهجوم، الحته دي في قلب الملعب بتكون محتاجه لاعب يقدر يربط بين الخطوط. النهارده عمل كده حتى من بدايه المباراه، كان في لقطه في الدقيقه 11 كان كي باس لعبه كان مختلف ومهم، وجا بعد بالظبط جا بعد كده كمان في فكره ان هو نجح يصنع هدف، وحتى الهدف الثالث تداخل فيه. التمريرات بتاعته واختياراته قدام المرمى كانت مهمه جدا، وده نتمنى يكمل عليه. اكيد السذاجه بتاعه المنافس في وقفته في الملعب يا جماعه بتفرق، اكيد بتسهل ان انت تقدر تضرب خط الدفاع بالكامل من تمريره واحده، كل دي حاجات احنا واخدينها في الاعتبار، ولكن اللاعب عنده كتير جدا ونتمنى يقدمه. انا حاسس ان هو لايق على الاهلي جدا ومن اللعيبه اللي الجمهور كان حاببها تيجي بالظبط، وهو كمان كان حابب يجي والحته دي بادئه معاه وما خدش وقت كتير عشان يدخل. اتمنى يستغل ده ويركز مع النادي الاهلي، هيصنع تاريخ كبير جدا، لان فعلا هو شخصيته لايقه على الاهلي. احنا مش عايزين نقول احكام مسبقه، ولكن هو واضح كده ان هو ممكن ان شاء الله نبني عليه. مجدي قفشه لعيب مهم جدا. الشحات حبيبك. طبعا اكيد الشحات حبيبي، ومازال وزي ما قلنا في بدايه حلقتنا قلنا ان الشحات الموسم ده باذن الله هيكون ماشي على درب محمد بركات. النهارده بيسجل 3 اهداف وبيصنع هدفين، هاتريك للشحات. برضو عجبني جدا هدوء الشحات في الاهداف، وعجبني هدوء قدام المرمى، وانا اتمنى الهدوء ده ينتقل بيه الشحات للمباراة الحساسه والمباراة الحاسمه، اللي هو فكره اي ضغوط يشيلها من دماغه خالص وهو داخل المباراه ويلعب بالهدوء اللي احنا شفناه. اكيد طبعا المنافس بيختلف وبيعمل ضغوط عصبيه، لكن لو لعب بالهدوء ده قدام المرمى هيفرق كتير. بالظبط يا احمد، وعجبني حاجه مهمه كمان قوي، ان اللاعبين في الملعب بداوا يثقوا كتير جدا في الشحات، بدا يبقى من الخيارات المتقدمه جدا ليهم في التمرير. وعلى فكره يا جماعه دي حاجات بتفرق كتير جدا فنيا داخل الملعب، اللاعب بيكون اوبشن رقم كام ليك في التمرير. لا كتير بالزبط. جدا النهارده حسين الشحات بيكون الخيار الاول في التمرير، ودي حاجه مهمه جدا. بتيجي من ثقه اللعيبه، لان هو ثقته في نفسه وفكره بتنعكس على اللاعبين طبعا، بيتعامل مع الكوره. طبعا عندنا حمدي فتحي النهارده تصويبه ابن قلبي ورقم 6 حبيبك، هدفين. ومهم جدا ان حمدي فتحي بدا كمان يلعب على المرمى، 5 اهداف سجلهم في الدوري اللي فات، ده اول هدف بالقدم. ها بالظبط. وحمدي فتحي يا جماعه مكسب للنادي الاهلي، كلنا حاسينه الاخطبوط زي ما بسميه، اللاعب ان شاء الله باذن الله يكون رقم واحد في مركزه في منتخب مصر. لاعبين كتير جدا حمدي فتحي هم اقل منه واخدين حقهم، ان شاء الله باذن الله حمدي فتحي يعمل حاجه. وعايزين نخرج من الجو بقى ده بتاع التحليل، احنا ونروح لحاجات طريفه. لقينا كوميك كده نزل، طبعا
كل الاحترام والتقدير لكابتن طارق يحيى، لكن احنا حاجات طبعا متابعين السوشيال ميديا ما فيهاش حاجه، دي كويسه ودي كويسه. بالظبط كده، فالناس عملت جابت حتى لما تيجي تغلب سبعه وانت مؤقت، انا هغلب تسعه وانا مؤقت. تسعه وانا مؤقت، وجبنا الكابتن محمد يوسف، اذا كنت انت هتكسب سبعه انا هكسب تسعه. طبعا لقطه طريفه وبنحترم كل الناس، وطبعا احترامنا لكابتن طارق يحيى وكابتن محمد يوسف. معانا لقطه ثانيه نحب نعرضها عن حارس مرمى اطلع بره، وفكره انا عايز ارتاح شويه بس، الراجل تعب والله النهارده يعني كتر خيره، كل شويه يدخل يجيب الكره من الجون. انا ما انت هو علي لطفي لمس الكره، انا تقريبا ما شفتش علي لطفي في ماتش. نتمنى بس اللعيبه تاخد من المباراه دي الثقه وعلى قدرها، احنا اكيد مبسوطين بس عايزين نبني عليها. مباراه في دور متقدم اصلا ما كناش بنشارك فيه، بس حلو جدا انك تستغلها، وهي دي ميزه كره القدم، لما يبقى عندك منافس يسمح انت تستغل ده عشان تبقى خرجت باكبر مكاسب من المباراه. ان شاء الله نقدر نبني عليها. ان شاء الله نقدر نبني، ولما ان شاء الله نتعاقد مع مدير فني. والحقيقه انا عايز اتكلم في فكره المدير الفني، نحترم طبعا، لازم سي في، لازم يكون سي في محترم، لازم يكون له تاريخ طبعا مع البطولات. لكن انا بالنسبه لي مهم جدا، مهم جدا المدير الفني اللي يجي النادي الاهلي يكون عنده سمات شخصيه قويه جدا، شخصيه قويه. انا قلت قبل كده يعني ممكن يكون شخصيه عنده بعض النرجسيه، لان بعض النرجسيه مش عيب، لان فارس الناس بتاخد فكره ان اي حد عنده نرجسيه يكون، لا هو اكيد النرجسيه دي في التعامل مع اصدقاء ممكن تختلف بالزبط. لكن في العمل لما يكون عنده بعض النرجسيه زي او بعض الاعتزاز بالنفس زي مستر مانويل جوزيه، يبقى عارف ان هو جاي المركز الثاني عنده فشل، خاصه النادي الاهلي عنده الكبرياء ده، جماهير النادي الاهلي عندها الكبرياء ده، فكره انا بلعب على البطوله فقط لا غير، رقم اثنين عندي هو فشل بالنسبه لي. فلازم المدرب اللي يجي لازم تكون من سماته الشخصيه فكره ان هو لاعب البطوله عنده رقم واحد، وسماته الشخصية تفرضها على جميع نجوم الفرقة، لأن احنا بالفعل عندنا فريقين، لكن محتاجين بالفعل بالزبط. مدرب يقدر يطور من اللعيبة دي، يقدر يستخرج من اللعيبة دي، خاصة كمان أهمية المدرب ان هو ممكن يوفر لك صفقات لو قدر يطور من اللاعبين، وقدر طبعا كمان يبص في قطاع الناشئين طبعا ويدعم من قطاع الناشئين. انت ممكن تجيب مدرب بتكلفة أعلى شوية، لكن هو يقدر يوفر لك على المستوى البعيد. الشخصية بقى عامل حاسم. بص يا احمد، هنكلمك حاجة لازم نكون مقتنعين بيها، مستر تسوبل، مستر هولمان، مستر مانويل جوزيه، على اختلاف نجاحاتهم ولكن كان عندهم حتى حته الاعتزاز بالشخصيه ده مهم جدا. يعني انا معاك فعلا قليل من النرجسيه شيء مهم جدا، ولكن عايز اقول حاجه، فكره انا عندي قناعه ان مدرب النادي الاهلي فكره حصوله على بطولات قبل ما يجي النادي الاهلي مهمه جدا. ليه؟ لان المدرب اللي بيكون على خلفيه انديه اعتادت على تحقيق البطولات هو بيكون عارف يعني ايه ضغط جمهور، يعني ايه ضغط نادي ادارته لا تقبل غير بالبطولات، وبيفرق جدا في شخصيته. هو لو ما عندوش خلفيه كبيره من البطولات او بالقدر المعقول بيكون يا احمد غالبا لاعب في انديه ضغوطها مختلفه خالص عن النادي الاهلي. شفنا مديرين فنيين مصريين كتير جدا كانوا بينجحوا جدا مع انديه وسط، ولما بيتولوا قياده الموضوع بيختلف. حته بقى، عارف لما تعمل الاعلانات زمان بتاعت يشترط الخبره الافريقيه، على فكره يا جماعه هو لا يشترط الخبره الافريقيه خالص، لان مستر مانويل ما كانش عنده خبره افريقيه. كابرال حقق نجاحات على فكره مع الزمالك في افريقيا، ما كانش عنده خبره افريقيه. حتى جماعه الاسماء اللي بنطرحها زي إرفيرو نار احنا كنا بنتكلم فيهم في السابق، او المدربين الاجانب اللي حققوا نجاحات مع فرق افريقيه قبل ما يجي زامبيا مثلا، ما كانش عنده نجاحات مع فرق افريقيه، كان بيدرب مثلا في الدوري الفرنسي. ففي حته الكره واحده، الكره واحده في العالم كله، ولكن انت محتاج يعني ايه بقى المزايا في افريقيا؟ ان يكون مدرب واخد على التحدي، قادر يتعامل مع منظومه افريقيا لانها مختلفه فعلا. ولكن عايزين نقول حاجه، الدوري المصري بقى صعب يا احمد، بقى صعب في نظامه اللي فيه بعض عدم الثبات اللي كان حاصل في المواسم اللي فاتت، اللي كان فيه الملاعب برضو محدوده، مش ملاعب كتير بيلعب عليها. فانت عندك اوريدي اصلا الدوري، لو انت هتتكلم كده هتقول مناسب مدرب مناسب للدوري المصري، لا انت عايز مدرب عنده تحديات هيحب يشتغل في الظروف دي. وانا اعتقد ان الملف الحمد لله يعني المره دي المدربين المرشحين ان شاء الله باذن الله الاسم اللي هيختار منهم هيكون إضافة للنادي الأهلي وهيفرح الجمهور إن شاء الله بإذن الله. إحنا واثقين جدا جدا في العناية والتدقيق في الملف ده المرة دي. أنا عايز أخد من كلامك وفكرة الدوري المصري إنه بالفعل بقى صعب، لأن بعض الناس بتقول بعد خسارتنا من بيراميدز وخروجنا من الكاس، إن الناس بتقول إن الأهلي الزمالك اللي إداله الدوري. الحقيقة يا جماعة الدوري 34 أسبوع، فكرة إن أنت تصدر أول أسبوع أو أول دور ده لا يعني أبدا إن أنت بطل الدوري. بتروجيت قبل كده يا فارس في وجود مستر مانويل جوزيه كان تصدر الدور الأول، لكن في النهاية النادي الأهلي هو بطل الدوري. ففكرة إنك تحسب تعثر النادي الأهلي في الأول وتعثر أندية منافسة في الآخر إن كده الفريق الآخر هو اللي إداه الدوري، فكرة مش صحيحة بالمرة. أما بالنسبة للنادي الأهلي
انت هتفرح بدوري 41؟ اه لازم افرح بدوري 41، لان الدوري ده تحديدا كسر يا فارس التابوهات كتير جدا. فكره بالزبط. وكاله الاهرام والفلوس جات لنا انديه كتير جدا وقدرت تنافسنا في صفقات وتعلي صفقات وما خدتش البطوله. فكره الدوري او الاتحاد الكوره اهلاوي، احنا اعتقد شفنا الصراعات اللي بين الاهلي واتحاد الكوره كلها كانت ضد النادي الاهلي. الفكره كمان بتاعه التحكيم، ودي بقى اللي احنا هننتقل ليها زي ما شفنا. يعني ما ينفعش نعمل اون سبوت على المباراه دي، لا اون سبوت على الحكم. يعني كابتن جهاد جريشه نادرا لما نلاقي الجمهور في الشارع حتى الجمهور البسيط بيتكلم على فكره لا الحكم ده يا جماعه لازم نتناوله، مش فكره ان احنا بنبرر مباريات للخساره. خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع ده قتل بحسن، ولكن عشان اللي جاي يا جماعه موضوع التحكيم، انت جاي يا احمد حكم حكم ماتش كينيا والسنغال في دور المجموعات، وبعد كده مباراه شرفيه اللي هي تونس ونيجيريا الثالث والرابع، وجاء عنده اخطاء في نهائي البطوله الافريقيه وعليه حاله الضغوط دي كلها، اجيب احطه في مباراه زي دي؟ خصوصا كابتن جهاد جريشه يا جماعه، هو مش موضوع يخفى على احد، كابتن جهاد جريشه عنده فكرة اعتزازه بشخصيته بيتحول لقرارات ضد النادي الاهلي او حتى الانديه الكبيره عموما. او حتى الانديه الكبيره عموما بيحب يثبت ذاته بكده، وعلى فكره ده شيء انت مفروض تكون هادي بتاخد القرار وفقا للي انت شايفه، وهو ما بيعملش كده، فانت اخترت اختيار صعب جدا نتج عنه الموضوع ده، بس احنا حابين بقى نرجع للاختيار ده في ظروف اكبر بكتير جدا كمان من فكره الاختيار يعني. ما هو بس لا مش هنفوت دي، لان بعض الناس بيقول لك طب لما انت عارف كده ليه ما اعترضتش عليه من الاول؟ طبعا مهمه جدا. تعالوا نسمع الناس اللي قالت ليه ما اعترضتش على جهاد جريشه من الاول. على فكره لا